ايه بقى قلت له يا بنت كده من الباب للتاج سكيني؟ ايوه ولا همني، بس لقيت عينيه ده هي بيت بتطق شرار. قال لي مريم ما تفتحيش فواتح يا مريم. ايوه ما اصل الحاج درويش كارهني. لا والله بأمانة الله الحاج درويش يا بيت، ده الحاج درويش قلبه زي الفل وعمران بالحب، ما يعرفش يكره حد ابدا، بس هو زي ما تقولي كده يعني بيحب يوزن الامور بميزان العاقل عشان ما يحدش يأثر عليه يقوم يندم بعد كده. لا انت يا بنت ما انتش فاكره صلاح البساجي لما كان مطلع عينيكي وجابه من قفاه وخلاه يطلقك. اهو مره كده ومره كده، مش دايما على حال. لكن قولي لي يا بنت، انت يعني مش شايفه ان وجودي حداكم، وخصوصا يعني ان انا بقالي كتير يعني ما عتبتش حداكم، ممكن يتفهم غلط؟ وخصوصا ان كمان يعني في سوء تفاهم بين بدر وعيسي. لا ماني اصلي ما قلتلكيش، هما زمانهم دلوقتي هناك بيتغادوا وان شاء الله هيتصافوا ويتصالحوا. ايه الحاج درويش قال لي كده؟ ايه بقى قلتيلي هيتصافوا؟ طيب بقى اديني قاعده براحتي. ايوه بالظبط كده. لا واحده وبتزور صاحبتها يا اختي، ما تحمليش الحكايه اكتر من اللازم. اه حرام ياما كده حرام، عملت لنا ايه بدر؟ ما كانت عايشه البت في وسطنا زي الملاك الطاهر. يعني ما كنتش بحبها اهو، قال لك المحروس. وعشان ما كنتش بتحبها تقوم تلعب بيها تتسلى بيها؟ يعني ما تسلتش بحد، امك عندك هيصطفلي معاها. اني مال انا ذنب بدر ياما، هيفضل في رقبتك طول العمر. اخرس يا بيت، أنا عمري ما أعرف أعمل الذنب. استغفر الله العظيم من كل ذنب. أنا عملت كده عشانكم، عشان أحميكم، وبدر غلطت فينا كلنا. في حقك أنتِ، في عرفك، في جنونك. مالها بدر؟ كانت منورة وسطيني. دي كلمة الطلاق عمرنا ما سمعناها في عيلتني. ما هي أنتِ بتجوحيني يا بيت؟ لا ياما، أنا لا بجوحك ولا حاجة. أنا بس عايزة أقول لك إن الدنيا ما بتفضلش على حال. واحنا ولاية محتاجين الستر من عند ربنا. عن اذنك يما اطلع اترزع فوق السطح. تعالي يا سكيني، تعالي لحسن الموضوع يتفهم. سكيني فيها ايه يا مريم؟ في ايه يا بهيه؟ دي سكينه جايه تزورني. فيها ايه يا مريم؟ انت معاهم في الموضوع؟ موضوع ايه يا بهيه؟ يعني ما انتش عارفه؟ اقول لك يا حبيبتي، اخويا عيسى طلق بدر، وابويا درويش كان هناك، وحتما لازما جه وقال لك، وانت جبت سكينه عشان تبشريها. والله العظيم ما اعرف حاجه يا خاله بهيه، يقطعني. يقطعني يا اختي لو كنت اعرف حاجه من اللي انت بتقوليها دي. سكينه جايه تزورني زياره عاديه خالص، عايزه تصدقي تصدقي، ما تصدقيش انت حره وربنا المعبود وحياه ولادي ما اعرف حاجه ابدا. الله يا اختي، وبالعقل كده ازاي حكون هنا في وقت زي دي لو اني عارفه ان عيسى هيطلق بدر؟ وبعدين يا خاله بهيه، أني دكت المرار ده قبل كده وما اقدرش افرح فيه، ما حدش عارف الواحد نصيبه فين. الله يسترك يا مريم، أني عايزه امشي. ايوه أني هجيب زينب اخليها توصلك ناحيه دارهم، لحسن لو حد شافك هيقولوا ماشيه في جنازه بدر. لا طبعا يا درويش، محدش يرضى بكده ابدا. خلاص خلاص يا بزين، المخنوق ومش عايز اتكلم في الموضوع ده. طب واحنا هنعمل ايه بس يا بدرويش؟ ما خلاص الطلاق وجع وجع، وذنبها ايه بس البت المسكينه دي تقضي ليلتها الله اعلم بيها؟ مش جايز تخاف من كلام الناس وتقتل نفسها ويبقى ذنبها في رقبتنا؟ يا درويش بس اكيد امك الحاجه فاطمه عملت الصالح. صالح؟ انت اللي بتقول كده؟ طب قوم قوم فز من قدامي. قوم يا درويش، كنت فاكرك راجل طلعت عايز امشي. ايه
ايه ده؟ أم يما عايزة حاجة يا بسيمة؟ لا بس ده انا نمت ورحت في النوم وانت لسه قاعدة بتصلي. وهو كتر الصلاة وحش يا بيت؟ لا يام بس ده انت بقالك اكتر من ساعتين بتصلي. نام انت يا بسيمة مالكيش صالح بي. لا لا ورحمة ابوك الغالي لا انت جايلة لي مالك. يبقى هي فين؟ في قاعة العيال قاعدة مع ابنها شوشي وقالت يمكن تنام هناك. روحي هاتيه. اجيبها؟ اجيبها يام. ما اجيبهاش ليه؟ بس ده احنا في نص الليل يعني تلاقيها نامت. روحي هاتيه وان كانت نايمه صحيه. حاضر يام اصحيها يام. والحاج درويش يعني عيل صغير هيتوه؟ عمره ما بات برا الدار الا اذا كانت فيه مصلحه يا اختي. يمكن مع عبد العزيز في الغيط. عبد العزيز رجع من بدري. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا بنت مريم. اخوك درويش فين يا عبد العزيز؟ ما رجعش لحد دلوقتي ليه يا عبد العزيز؟ انا ما اعرفش. ما تعرفش ايه يا عبد العزيز؟ مخبي ايه يا عبد العزيز؟ هو قال لي وانا ما رضيتش اقول. قال لك ايه يا حبيبي يا عبد العزيز؟ قال لي انه زعلان وانه مش راجع الدار اليومين دول خالص وانه هيبات يا في الجمعيه يا عند ابو غلاب وانا الصبح اودي له هدوم نظيف. يا حاج درويش انا عشت معاك كتير وقليل وحبيت اكون جنبك في كل موضوع. عارف ليه؟ عشان حاجه واحده بس، عشان طلعت راجل ملو هدومك وعمرك ما تنطق العيبه. دار العكايشه دارك وعمرها ما هتستغنى عنك ولا عن اي حته منك. عايز تقول ايه يا ابو غلام؟ عايزك ترجع دارك وكفايه كده. بيقولوا الدمعه ما نشفتش على خد حد منهم. ومسير الحي يتلاقى يا ابني. حاجة فاطمة سيبنا شوية يا ابو غلاب. انا هسيبكم بس بشرط هتغدى عندكم النهاردة في الدار. تأنس وتشرف الدار دارك. هنت عليك امك يا درويش. زي ما هان عليك ابنك وخليتيه مضحكة وسط الخلق. لا عشت ولا كنت ولا يبقى لي يوم تاني عيشه في الدنيا لو ابن بطني ومنى عيني تهوب ناحيته ناموسي. ده انا عايشه في الدنيا دي عشانك انت. امال ايه بس اللي انت عملتيه ده يا حجه؟ ترضى ان حد ابن اخواتك تنداس كرامته ويتقال عليه مالوش في الخلفه ويقعد زي البت البايري محدش يبص في وشه ما يبقالوش دار ولا عزوه ولا عيال يشيلوا اسمه بعد ما يموت؟ ما يمكن صحيح ملوش في الخلفه. وافرض مش عيب لكن مش بفضيحه. عيلة حسبه كانت نيتها سودي كانت عايزه تخفي اسمنا ومحدش يسمع لنا سيره. انا ما كنتش بنام الليل كنت خايفه اقول لك وانت ابنك كبير تروح فيه وخايفة شركك معاي يقولوا عليك انك شرابة خرج بتنفذ كلام امك. غلبتيني يا حجة. قوم يا درويش قوم يا درويش ارجع دارك ونور قعتك ونشف دمعة مراتك واخواتك. ده انت زنيتني ونورتني. الدار من غيرك كل اللي فيها بيبقوا يتامي. قوم يا درويش تعالي. عاشق ومعشوق تعلبه ودرويش والحب مخلوق في القلوب بيعيش.
يا لهوي يا درويش، ده الضرب أهلي بتبقى عزوي. تعرف يا درويش، لما الواحد بيبقى من غيره بيبقى فاضي وفقير، بيبقى كأنه مش عايش على وش الدنيا. الراجل من دول يخرج يبدبر داره في غيطه في شغله، بيبقى البيت زايد وهايس والحب كده يرفرف عليه من كل حتة. إنما بقى لما يسيب البيت ويهجره يبقى النكد والحزن ينساسوا لراسه. درويش، انت لا تقدر تستغنى عن البيت دي ولا البيت دي يستغنى عنك أبدا. أمك يا عيني على أمك وانت غايب، لا كانت بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام. بهي بحول الله يا ربي كنت تحسي كده انها يعني بتطول اكتر ماهي وبترفع اكتر ماهي من قلة الاكل. راحت في دنيا غير الدنيا. بسيمي، حبت عيني عليك يا بسيمي، الوردة المفتحة اللي كانت قاعدة مستنية فراحها يا دوب تحس انها بتغمض عينيه وتنسى انها عروسة. الكساوي من سيد البدوي جبنا لك، بعت مالك عن حبيب يهنالك. 30 صباح وهي قاعدة لك يهنالك. جبنا الشواهي بالصلاة على النبي جبنا لك، يا قلب أمك يحلى ويحلى لك. ما كفاية بقى يا جماعة، واحنا لسه غنينا يا عروسي. ايش حيكفينا يا بسيمة، ايش حيكفيني، ده احنا لازم نرقص لحد يوم دخلتي. ما تخلوا شوية للفرح. فرح؟ هو في فرح اكتر من اللي احنا فيه؟ ده احنا هو بنحضر لك العاشي. والله فرحتلك يا عمة بسيمة. عقبال ولادك. ايه بنت دي؟ ايه انت لبسي الشبكه؟ ايوه، امال هحنطها؟ حنطك؟ مش كنت تستنى اما العريس يلبسها لك؟ اسكتي لحسن امك تسمع. بقى احنا بتوع الكلام ده يا بهيه، عريس يلبس العروسه الشبكه؟ ما هي دي الموضه اللي يمشي يا عمه ماريا. يا حوستي موضه ايه يا بيه؟ بقى العريس يمسك ايد العروسه ويلبسها الشبكه بايده؟ يا اختي ده لو شاف وشيه تبدا كرامه من عند ربنا. الكلام ده كان على ايامك يا عمه ماريا، دلوقتي العريس بيتصور مع عروسته وحاط ايده على كتفها ويمكن على وسطها كمان. يا خرابي، من غير كتاب؟ ايوه ده الكلام ده عند الافنديه المترجيين بتوع المدارس. يا اختي بلا قله تجيني، ازاي بس واحده تسيب راجل غريب يمسك ايدها ويلبسها الشبكه من غير ما يكون كاتب كتابه على سنه الله ورسوله؟ الدنيا بتتغير يا عمه مريم. يا اختي يا ما لسه هنسمع. مدام يا اختي الافنديات والمتعلمين بيعملوا كده، واحنا ليه يعني ما نعملش زيهم؟ اختي الدنيا مالها تشكي بحالها كده؟ ما تزعليش نفسك يا مرات اخوي، احنا فين ومسكه الدراع دي فين؟ هانت يا عمه بسيمه، النهارده الشبكه وبكره مسكه الدراع. لسه بدري، لسه بدري قوي. النبي انت امك دعيالك يا بيه، ده عريس لطفي. عيب على السرايا اللي بنيها لي والعفش الافرنجي اللي جايبه. قال ايه يا اختي؟ اوضه السفره واوضه الجلوس واوضه النوم، اسامي عجيبه. طبعا يا عم بهي، ما هو جواز على الطريقه الافرنجيه. ربنا يتمم بخير. نسيتوني كنت جاية ليه؟ شوفي كده يا عمة مريم. حلو يا اختي حلو، زي حطيتي سمنة وفلفل كل اللي انت قلتلي عليه. طب يلا تسلم ايدك بالسيف الفور. حاضر يا بنت. استني اوعي تتحركي الا لما ترقصي لنا شوية. ايه امال ايه؟
فكرها بالساهل. تعالي. طب اخبطيه. ايه؟ يلا بنتي هاني مطبلي عيني. الحلواني 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 كعبش وداني الحلواني الحلواني هنيل وداني الحلواني الحلواني مريش عطشاني الحلواني الحلواني حلواني عجباني الحلواني الحلواني والحلواني الحلواني الحلواني الحلواني. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا باعز الحبايب. اتفضلوا القهوة. يزيد فضلك. نشربها شربات ان شاء الله. دايما يا رب. ايه النعام؟ يا ترى ازاي شباس عمير واهالي شباس عمير؟ مقدرش اوصفك. كلهم بيسلموا عليه. كبيرهم قبل صغيره. اعتبرها بلدك التاني. عمري بلدني ما حبت واحد بالشكل ده. واني كمان تحت امر شباس عمير في اي طلب تطلب. واحنا جايين نتقدم لك بالشكر بالنيابه عن كل اهالي شباس عمير. استغفر الله استغفر الله. لا شكر على واجب. لا والبركه فيك انتم. اصلي علي الدين عنده حاجه كده عايز يقولها لحضرتك. يتفضل يقول. يعني حاجه كده حصلت مش عاوزينك تزعل منها. يعني ما تحطهاش في بالك كأنها ما حصلتش خالص. أزعل؟ أنا مش ممكن أزعل منكم أبداً مهما حصل. ده عشاننا برضو والغلط مردود على أي حال. ربنا يكفينا شر الغلط. قصدكوا إيه؟ ما زمانك عرفت يا سعادة البي. تقصد يعني الحركة اللي عملها العمدة؟ الشكوى اللي قدمها؟ يا سيدي إيه؟ شكوى؟ أبويا كتب شكوى في حضرتك؟ شكوى ايه وضد مين؟ ضد عملية ردم البرك. وقدمها لمين يعني؟ للمديرية. أنا حطيت صوابعي العشرة في الشج من العمدة دي. يا سيدي ما يهمكش يا ما بنشوف من ده كتير. طب تصدقوا إن أنا سمعت الإشاعة دي في البلد؟ بس أنا ما صدقتهاش. ده بيعمل كل فصل وفصل. لا مؤاخذة ساعة البين ده مؤاخذة يعني. حضرتك شفت الشكوى دي بعينيك؟ طبعا وجريتها حرف حرف. لا مؤاخذة يعني يا سعادة البي الشكوى دي عليها توجيه حد معين؟ سالم ابو خشب عمدة شباس عمير. لا يمكن. طب يا سعادة البي الشكوى دي فيها ايه؟ كلام عبيط قال ايه بيجرفوا الارض والعمال الاغراب بيسرقوا في البلد ويفسدوه وقال ايه الملاحظين والمهندسين بيعكسوا النسوان. البت ما ضحكتوا على الاخر على الكلام الفارغ دي. ايوه ضحكت بس الكلام ده يبكي. لا مؤاخذة سعادة البيه لا مؤاخذة الشكوى دي لا يمكن يكون سالم ابو الخشب ابوي لا يمكن يكون هو اللي بعت. ايه امال مين كده في نظرك يا سعلي الدين اللي يكون كاتب الشكوى؟ قول يا سعادة البيه الشكوى دي فيها كلام كتير كده زي لا سيامة ويبدو اني ايه كتير قوي. بس يبقى الشكوى دي بخط الكاتب العمومي اللي بيقعد جنب باب محكمة دسوق الجزئية. ايوه هو ده اسلوبه في الكتابة بتاع بيدقنا وسمائنا دي. يا جماعة ده يبقى له معنى كبير قوي قوي لو الرجل دي هو اللي كاتب الشكوى. وهو ده اللي انا عايز اقول. تقصده يعني واحد من عيلة ابو الدهب هو اللي وزه؟ مفيش غيرهم هي دي افعالهم طول عمرهم. الله طب وهيجيلهم من الكلام ده ايه؟ هما يقصدوا يعني يحطوا جناب العمدة في صورة مش هي عشان نوقف كلنا ضده ويوجعوا بينه وبين اهالي البلد. ايوه ويوجعونا في الضيوف اللي بيشتغلوا في البلد. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص خلاص براء ما حصلش حاجة. شوف يا اخي احنا جايين فيه لقينا ايه؟ مجرد التباس. بقى الحكاية اللي كان عايز يقول عليها ابن العمدة
غير كده خالص اللي عملها العمدة يعني. وهتبت ما تكون خدت خبر بيه. ايه تاني يا طار؟ بقى العمدة يا سيدي طلع في دماغه يرشح ناس. ومال حاج؟ لكن ان شاء الله يعني كده كلها شهر ولا اتنين وهنقنعه بالانسحاب. ينسحب؟ لا، لو انسحب هكون زعلان قوي. قصدك يعني ياخد فرحة الترشيح. وجايز يقابل حضرتك وفهمك انه هيتنازل لك مجاملة، قال يعني عمل معاك الواجب. ارجوك ارجوكوا ما تخلوش ينسحب، احسن هكون زعلان. انت بتتكلم جد ولا ايه؟ ايوه بتكلم جد. طب الله، ده لو جاني انا هقنعه انه ما ينسحبش. برضه ما يصحش يعني يوقف قصادك يعني في الترشيح. جري يا ناس، ده حق سيبوه جرب حظه، وبعدين لو خليتوه ينسحب انا هكون زعلان خالص. شوف يا عيسي، انت راجل وفي الاول والاخر انت ابني، ابن فاطمة تعلبه اللي زرعت فيكوا الصدق والأمانة وحب الناس. لازم تعرف انك رايح الجلسة دي هتوقف قدام قاضي، قدام العدالة، وعشان العدالة تصيبك بنصيبك لازم لما يسألوك تجاوب بحسن نية ومن قلبك، وإذا جرى لك حاجة فيبقى ده أمر الله. فاهم يا ابني؟ فاهم يا أمه. روح يا عيسي، قلبي وعقلي وكل حتة فيه راضي عليك، إن شاء الله هترجع سالم غانم. ببركة دعاك يا أمه. مع السلامة يا عيسي. يلا يا صاد، يلا يا عيسى عشان ما نتأخرش. يا بدرويش استنى، بدرويش استنى يا اخوان. ايه في ايه يا عبد العزيز؟ جاي وياكوا يا بدرويش. جمعنا فين؟ جاي وياكوا انا وعيسى في الموضوع ده سوا سوا، واللي هيجرى عليه هيجرى عليا، ده اخويا. ما تخافش يا عبد العزيز، ان شاء الله مش هيجرى حاجه. ومال لو ما جراش حاجه نرجع كلنا سوا، ولو جاري هفضل وياك. وبقول لكم على حاجه، هتاخدوني معاكم اهلا وسهلا، مش هتاخدوني هاجي وراكم. طب يلا يلا عد بنفسك كده، انا عايزك على سنجه 10. ماني على سنجه 10 اهو، لابس اللي على الحبل كله. يلا يا صاد، يلا عايز اتفضل يا مدرويش. اتفضل. واحكم يا قاضي المحكمه حكمك مطاع، الكل واقف من طزرك يا مننا طار ابننا عيسى وضاع، يرجع لنا تاني بأمرك الواد يا عيني عليه من الخطفة اختلف مجروح وقلبه يا عيني بالجرح اتلف الواد يا عيني مجروح وقلبه يا عيني بالجرح اتلف خايف تكون اللمة دي لمة وداع احكم يا قاضي الحق احكم. انت بتتخانق مع حد ولا ايه؟ اهدى يا والي، خضتني وجع في بطنك، تخش كده من غير لحم ولا دستور؟ معلش نسيت اخبط على الباب، اصل يا مؤاخذه لقيته مفتوح. بتهزر حضرتك ظريف قوي، استنى لما اخلص اللي في ايدي. لا يا خال، انا عاوز امشي على طول، انت عارف ان انا لسه في اولى ابتدائي ولازم اذاكر يوم بيوم. على راي خال الشيخ طلبي لازم اذاكر عشان ابقى شاطر. انا جايب لك دقيه باميه ويك وجبنه وقرنين فلفل، كل كويس يا خال. انا هسيبك وامشي، معلش.
اعذرني. سلامة يا اخوي. الواحد في الدار دي يوم فوق ويوم تحت. ما هم العيلة دي كده، لما يفرحوا يفرحوا قوي من قلبهم، ولما اي حاجة تحصل وتعكر مزاجهم تلاقي الدار اتملت حزن من سقفه الارض، وتحس يا بنتي كده انهم ايد واحدة، حتى لو اختلفوا تلاقيهم ولاد بطن واحدة. قولي لي يا بنت، هو احنا ليه متحرم علينا اهالينا يزوروني؟ هو انت يا بنت من يوم ما اتجوزتي ما شفتش اهلك؟ ما هي فاطمة تعلبي عاملة هنا نظام، بتقول لك ان اهلك بعد جوازك هم جوزك واهل جوزك، وبتقول ان الاهل لما يخشوا الدار بيفسدوا عقل الستات اللي فيه، ويفضلوا كل يوم في شكاوى ويدب النجار بين الراجل وامراته. يعني انت ما شفتيش اهلك من يوم ما اتجوزتي يا بنتي يا هانم؟ لا طبعا شفتوهم وزرتوهم كمان. ما انت كل مده ليك الحق انك تزور اهلك وتقعدي معاهم ليله كمان. انا نفسي اقول لامي الحاجه فاطمي اني عايزه اروح اقضي ليله مع اهلي. مش وقته يا بنت، دي الدار مولعه بسبب عيسى، مش وقته. ماني عارفه يا بنت، وانا مش عايشه في الدار وفاهمي ده؟ انا حتى زعلانه على ابويا عيسى. خلي عيسى رجع، خلي عيسى رجع، خلي عيسى رجع، خلي عيسى رجع. شربت بنفسي في الحاره كنت فرقت، او حتى اذبح لي الديه عشان ما يجملكيش جامه ابدا. انت يا بنت بتقولي لهم بالمفتشر انا عايزه اتجوز عيسى؟ وماله ياما، ده انت لو بصيتي في كل حته فيه هتلاقيها بتقول كده. امشي يا بنت نجري جو، امشي، احنا هنعيد اللي فات، هبيل بختك تاني، امشي نجري جو. مساء الخير يا يما. اهدي، مساء الخير. عايزين ايه يا ولاد الحاج محمود؟ هو الواحد ما يعرفش يهرب من دوشتكم شويه؟ ايه هتروحي مننا فين؟ بصراحه يا يما احنا ما نقدرش نستغنى عنك ولو لحظه. ايوه امال الله. تصدقي يما، تصدقي الواحد بيبقى عارف انه بيعمل شيء صح ومتاكد انه صح وعارف انه صح ويخاف يعمل الصح ده قبل ما يشهرك. لا اله الا الله، كلام صادق يا اخويا، صادق بيتكلم مظبوط يا يما. انتوا ناويين على ايه؟ كل خير ان شاء الله يا يما. وكويس انك هنا عشان نقدر نتفاهم معاك. خير يا طول؟ اخويا عيسى. ييه، ماله عيسى تاني؟ يعني يما كده هنسيبه من غير جواز؟ جواز؟ وايه اللي فكركوا بالسيره دي لبا واحده كده؟ بصراحه يعني احنا كده كلنا قلنا انه بمناسبه جو الفرح اللي مال البيت وبمناسبه فرح بسيمه وانه طلع براءه من القضيه اياها، قلنا ليه يعني ما نخليش الفرح فرحين؟ ان شاء الله حتى نخطب له. اي أيوة والله نخطب له وتبقى ليله فرح واحد. ايه وبتكاليف واحده. ايه وهو معقول ان احنا يعني هندور على عروسي ونسال عليه ونخطبه في الكام يوم اللي فاضلين دول؟ شوف يام، انا يعني بقول احنا النوبه اللي فاتت غصبنا عليه وخليناه يتجوز اللي على كيفنا احنا، وهو ربنا مرضاش باللي عملناه والجوازه باظت، صح ولا لا؟ ايه قولك بقى نخليه النوبه دي يختار هو اللي على كيف؟ مش جايز تنفع؟ وجايز ربنا يعوض عليه. واحده تخيب وواحده تصيب يام. ايوه اعرفها الاول واسأل وطقس واشوف، ان كان عجبه على كده اهلا وسهلا، مش عجبه يخبط راسه في الحيط. ده يعجبه نص كمان. لا ياما من ناحيه دي اطمني خالص. لا ياما هنسأله، امال ايه؟
هنسأله ونجرره ونعرف منه هي مين. واني هتطجص واجيب لك خبرها. ايه تجيب خبر؟ كلنا هنجيب خبر. باين عليكوا كده عارفين هي مين وبتضحكوا علي. لا ياما اعوذ بالله. واحنا نستجري انت بس شوري علينا واللي انت هتقوليه احنا هننفذه على طول. شوف عيسى يروح لاخوه درويش يسترضيه ويفتحه، واللي يقول عليه درويش اني موافقه عليه. عداك العيب ياما. سلام عليكم. أنا عيسى أبو درويش. عايز إيه يا طور؟ أنا كنت عايز أتكلم معاك في موضوع مهم ما يتأجلش للصبح. أبو درويش أنت سامعني؟ دلوقتي ولا أنت؟ بس ما أحرم. يعني كنت عايز أتكلم معاك دلوقتي. جاتكوا البلاوي ما يجيش من وراكوا غير وجع القلب. روح صحي طاهر وخليه حضر لي الجوزة والشاي ويسبقني على المصطبة اللي بره الظهر. روح. حاضر. طاهر عيسى عيسى اخوي اشرب الشاي. ايش طب سيبه شويه يا طاهر، ما انت عارف اني بحب اشربه بارد. يا عبيد اشرب الشاي وهو سخن. كلمه اشرب الشاي يلا وهو سخن يا عبيد. انت شايف كده؟ ايوه ماشي كلامك. انت عايز تقول حاجه يا عيسى؟ عايز اقول لا اله الا الله. طب ما تقولها. حد حيشه؟ انتوا طبعا يا ابو الحاج درويش اتفقتوا على ان اختار العروسه اللي انا عايز اتجوزها. ايوه اتفقنا، بس الراي انها الينا. افرض يعني انك اخترت واحده كده ولا كده. لا هي كده ولا كده، اللي انا بحبها فعلا بحبها قوي وما اقدرش احب غيرها زيها ولا جدها. ايه ومن بقى صاحبه الحظ السعيد دي؟ دي سكينة. مين؟ سكينة؟ أيوة. أنت بتحط العقدة في المنشار يا عيسى؟ هي كلمة يا أبو درويش كلمة. يا سكينة يا تنسوا مسألة الجوازة دي خالص. والله يا عاد أنت جاي عايز موافقتي يا ولا جاي تتشرط؟ ما تأخذنيش يا أبو درويش، أنا أصل الحمجة خدتني. يعني مسألة يعني عايزة تفكير يا عيسى. ما تشغلش بالك يا ابو درويش، ما تشغلش بالك من ناحية سكينة خالص. ده انت بذات نفسك عجينها وخبيزها. هتسألوا على ايه ولا على مين؟ ما انتوا عارفين كل حاجة عنها وعن أهلها. طب وأمك يا عيسى؟ أمي قالت الشورى شورتك، اللي انت هتوافق عليه هي هتوافق عليه. ها قلت ايه يا ابو درويش؟ أنا موافق يا عيسى إنك تتجوز سكينة. بجد يا ابو درويش موافق؟ ده أقل واجب يا ولا نعمله ناحية البت اللي احنا ظلمناها فعلا أولا وسريعا. طيب يعني تصدق يا ابو الحاج درويش تصدق وكتاب الله المنزل يعني البنت يعني رفضت تتجوز عشان أخويا عيسى؟ دي نصيب على كل حال يا ولا. ومكتوب لي يا ابو الحاج درويش مكتوب لي. أيوه أنا اتأكدت دلوقتي من حاجتين.
ان انت بتحب البنت دي حب يستحق فعلا ان محدش يملى عينها غيرك انت. ثانيا بقى انا بموافقتي دي هبقى برد لها جزء من حقها اللي ضاع منها. يلا على بركة الله. مبروك يا اخويا عيسى. الله يبارك فيك يا طاهر. بس الرك عليك انت بقى يا اخويا. تكلم امي وتخليها تبقى راضية. مالكش دعوة انت بيها. انا هكلمها واخليها راضية ان شاء الله. يعني يا ابو العجل دلوقتي يعني اخويا عايز يروح يقضي السهره عداهم الليله دي. ماله يا ولد؟ يسهر ويتبسط. ربنا يخليك لنا يا حاج وما يحرمناش منك. اما اقوم انا بقى البس اللي على الحب. مش هيكفيكوا زغاريت. سيبيني يا خاله غلواشي اطلع كل اللي جواي. شفت الناس دي يا خاله غلواشي؟ ده انت ربنا بيحب الجوي. علم بحالي. سامحني يا رب، كنت عايزاها ترضى بأي حد، كنت حبايل بختها تاني. الحمد لله اني ما كنتش باردة. لو اعرف كده ما كنتش وقفت في وشك. بنتي يا سكينة، انت كنت عارفة ان عيسى هيطلق بدري ويرجع لك؟ ان شاء الله نشك في دراعي ما كنت اعرف. يا خلا خلواشي، ده انا كنت مسلمة امري لله وقلت طبا يا جواز. عجايب، يعني ما كانش حد مالي عينك؟ ما اعرفش كده، شيء الهي كان بيخليني ما وافيكش. كل شيء نصيب. حكمتك يا رب، صبرتها لحد ما جالها عدلها. كل شيء باوان. بس الحاجه فاطمه ليها شرط. وماله؟ تشرط على كيف؟ عفش سكينه القديم ما يدخلش دارها. انا كنت حاسه بكده برضه. غاليه والطلب رخيص. العفش القديم يتباع ويجي غيره. وبنتي عروسه من اول وجديد. ايوه يما، بس هما مستعجلين يعني عالدخلي. من بكره نعمل التنجيل وبقيه العفش مشوار واحد. مقضيه بعون الله. تحب يا دنيا افهمك حاجه عن طبع العكايشه ودار العكايشه؟ عارفهم يا خاله غلواشي، عارفهم واحد واحد وواحده واحده، وعارفه الدار حته حته، كاني عشت فيها طول عمري وعارفه اطبعهم. على خيره الله. قومي يا دنيا بصي في المرايه كده. عيسى؟ ايوه عيسى يا بيت. ثم العفريتو عيسى بدم وشحم ولحم. عاوز حاجه يا عيسى؟ عاوز امسي على العروس. ومسيت؟ لسه يا بنت، لسه. داني اول مره ابقى عايزه، اول مره ابقى في الدار دي راجل بحق وحبيبي. يا سلام، ليه يعني؟ عشان بقيتي في الاخر مراتي يا بنت. كان متهيجلي انه حلم، وان بيني وبينك بلاد وسفر طويل عمري ما هخلص منه ولا هعرف اجرب منك ابدا. وديك سافرت اهو وجربت. بجد يا سكينه؟ ايه هو اللي بجد؟ انني ماسك يدك دلوقتي. انت ماسكها اهو. طب عشان اتاكد اني ماسك يدك دلوقتي اضربني بالقلم. We'll be right back.